حمزة، هل كنت راضي باللعب لمولودية بدر؟ وتعرفها سابقا وتعرف ابنائها الكبار. كنت راضي كل الرضا اني لعبت في مولودية بدنا، وهذا شرف لي كبير اني لعبت في فريق عارف كيما هذا مولودية بدنا وعنده تاريخ ومعروف يعني، وما كانش هو ما تمناش يلعب يعني في مولودية بدنا سوى العام هذا ولا من قبل ولا من اللي جاي ان شاء الله. وهل تعرف ابنائها الكبار؟ انا نعرف اللاعبين يعني من مثال الحاج عيسى سادن ليلي من لاخسو وسندر.